سامي، بهال يعني ثلاث اربع ايام اللي قطعوا، انت كناشط بمجموعات الثوره، حسيت انه ايه في ناس كانوا بقلب ثوره 17 تشرين، حادث مثل هيدا رجع شدهم الى العصب الطائفي؟ هلا اللي كان عم بيقولوا في شيء من الحقيقه، لانه عن شو بتقصد؟ أي يعني ربطة؟ موضوع الغرائزيه اهون شيء، واحد يقع بالغرائزيه اصعب شيء تعمل دوله وتخلق مواطنه وتخلق، يعني فعلا مشروع الدوله متعب، انه دغري فينا كلنا نوقع بالغرائزيه. ولكن في شغله بالنسبه للموضوع، انا بالنسبه لي وبالنسبه ل أكت بالاخص، لانه نحن اخذنا على عاتقنا ندافع عن القاضي بيطار وعن العداله للاخر لاخر نفس، بتمنى انه كلهم يضلهم يهاجموه للقاضي بيطار، لانه كل ما هاجموه كل ما ساعدوه وكل ما سرع التحقيق. واضح انت فيك تفسر لي ليش هالهجوم من كل الاطراف عليه لهالقاضي؟ انه ما في سبب؟ مش كل الاطراف، اغلبيه الاطراف، اغلبيه السلطه، بلا اغلبيه السلطه اليوم عم بتهاجمه، يعني معناتها في سبب، يعني شو انه طب انه على القليل اتركوا يعملوا واجبه وبعدين منحاسبه او منحاكمه. او المشكل الكبير ماريو انه في فئه، خلينا نقولها، ما بدها دوله. كيف بتعرف انه ما بدها دوله؟ ما بدها دوله سيده، يعني ما بدنا القضاء وهلا في هجوم على الجيش. طب اذا طب شو دوله بلا قضاء بلا مؤسسه عسكريه لوين بنروح؟ ايه نرجع للمشاهد اللي السلطه بتحبها، لانه هن امراء حرب اهون شيء، يعني هن بالنسبه لهم كثير هين يرجعوا لهالصور، لانه هن عايشينها اصلا. فيك تقول لي كيف ممكن 17 تشرين او اكت بالتحديد، كيف يعني نحن الى جنب القاضي بيطار؟ اول شيء نحن عندنا ايمان كثير كبير بالقضاء وعندنا ثقه مطلقه بالقضاء، كيف ما كان القضاء عم يتصرف نحن الى جانب القضاء. بس انا سمعت كثير اليوم، بس عم انا سمعت كثير من الثوره شباب بيقولوا القضاء مسيس والزعماء حاطين ايدهم على القضاء. مش صحيح، اليوم يا بده يكون عندك ثقه بالقضاء يا لا، هيدي مطلقه بدك، انه ما يعني في اخطاء ممكن يعملوها قضاة، اخطاء تقنيه، ولكن انا القضاء بالمطلق كمؤسسه، انا كمؤسسه واسع على ميانة، انا ما فيني اعيش بدوله اذا ما عندي قضاء وما عندي قوى شرعيه بتحميني، شو لي عقب بفل؟ يعني يا بدهم يفللونا كلنا. اليوم انا اذا ما في قضاء وما في جيش شو لي عازه بعد؟ شو انه ليش بدي ابقى؟ انا خي بدي دوله فقط لا غير. طيب هل هيدا المطلب كثير صعب؟ انه نحن بدنا دوله؟ اوكي، انت بتعتبر انه اليوم عم بيصير في شيطنه للتحقيق؟ اكيد. ايه ولا لا؟ اكيد اكيد في شيطنه للتحقيق، يا خي انفجار المرفأ انفجار، منه مش انه منا جريمه عاديه، انه قتلوا البلد كله سوا، قتلوا مدينه بامها وابوها، اكيد في ضحايا. الله شو هدف الشيطنه؟ هدف الشيطنه انه ما تبين الحقيقه، لانه الكل له علاقه. الكل بس لما له علاقه، الكل له علاقه، وكانك انت مطلع على محضر التحقيق. ماني مطلع يعني، بس انا هالتصرف اللي عم ينعمل تجاه القاضي، يا خي اذا انا اليوم انا استدعوني، عملنا اكت، عملنا حمله نحن فجر الحدود، نعم، المدعي العام المالي دعينا على التحقيق، رحت. ليش رحت؟ لانه مش عامل شيء. ليش عملنا حمله؟ دعاني لانه عاملين حمله، قال في كل شركات النفط مدعيين علي انه انا عم حرض وانا عم بعمل حملات بتهمهم بالتهريب لشركات النفط. نعم. حقق معي ساعه، سالني جاوبته، يعطيك العافيه فليت رحت. لو انا عندي مشكله او عامل شيء ساعتها بدي الاقي حجج مروح. فكل اللي ما بده يروح على التحقيق، خي ليه ما بده يروح على التحقيق؟ انه روح على التحقيق وبين براءتك. انا بطلب من كل الموظفين بالدوله اللبنانيه، من كل المسؤولين، من رئيس الجمهوريه ونزول، كلهم يروحوا على التحقيق يثبتوا براءتهم، مش العكس، يروحوا كلهم كمتهمين. انا برايي، مع احترامي انا ما كثير بفهم بالقضاء، بس اليوم انفجار مثل هيدا صار بجمهوريه لبنانيه، الكل معني، الكل معه، الكل مشارك بالجريمه، يا مباشره يا غير مباشره.